إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا هذه. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عقابك، إن عقابك بالكفار ملحق. لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا، وكبت عدونا، وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، لك الحمد على ذلك كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا ونتوب إليك، لا منجا ولا ملتجا ولا لجا لنا منك إلا إليك، يا قريبا ممن دعاه، يا مجيبا لمن ناجاه، يا من يعلم السر واخفاه، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، يا غاية رغبتنا، منتهى قصدنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، إلهنا نحن عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون القلقون الخائفون، إن طرحنا ببابك وأنخنا مطايانا بساحتك.
نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، إلهنا أهل علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل شهرنا شهر انتصارات وعز للإسلام والمسلمين. اللهم ردنا فيه إليك ردا جميلا. اللهم أصلح فيه فساد قلوبنا. اللهم أصلح فيه فساد قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم أمد في أعمارنا وأصلح أعمالنا وارزقنا بر آبائنا وبر أبنائنا بنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا عفو اعف عنا، يا كريم تكرم علينا، يا جواد جد علينا، يا غفور يا غفور يا غفور اغفر لنا، يا رحمن يا رحيم ارحمنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا مجيبا لمن دعاه، يا قريبا ممن ناجاه، يا الله يا الله. نسألك يا قوي يا عزيز، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما يريد، أن تنزل غضبك وعقابك ورجزك على طاغية الشام. اللهم يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار، انتقم من طاغية الشام بشار. اللهم عليك به وأعوانه. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم عليك بهم، اللهم أنزل عليهم غضبك وعقابك ورجزك. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه. رحماك رحماك بالنساء الثكالى والأطفال اليتامى والشيوخ الحيارى. نشكو إليك دماء أريقت وأنفسا أزهقت وأطفالا يتمت ونساء رملت ومساجد هدمت. اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. لقد ضاقت على إخواننا الأرض بما رحمت وتوالت عليهم النكبات
ولا ملجأ لهم سواك، ولا فرج لهم إلا من عندك. اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم رد قيدهم، وفك أسيرهم، وأشبع جائعهم، اللهم أمن روعهم، اللهم أمن روعهم، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم إنا نتوسل بأحب أسمائك إليك أن تسقط نظام البعث والجبروت في هذا الشهر يا قوي، بقوتك وعزتك يا ذا الجلال والإكرام. لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا يرد أمرك، ولا إله غيرك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أدم على بلاد المسلمين أمنها وإيمانها وعزها ورخاءها، وخص منها بلاد الحرمين الشريفين، ووفق ولاة أمرها وعلمائها لكل ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا هذه، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة